السلام عليكم، معكم حسام بن الضو من مدينة اجتماعية أقليم صوفيا. بغيت نشكر جريدة ديال الأصوات اللي تاحت لي هاد الفرصة أنني نعبر بالسياء حول واحد الفيديو اللي كيتهان فيه الملك محمد السادس نصره الله. الفيديو تدان في واحد القناة الجزائرية وتنشر ودار ضجة كبيرة في المغرب، وهادشي ساء الأحوال ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. وكنحاولوا نوجهوا رسالة لهذيك القناة، كنقولوا ليها اش غتصوري كاع من هادشي كامل. الملك ديالنا وخا تعايري وخا تسبيه وخا ديري اللي بغيتي كيبقى الفوق، وديما عزيز علينا وكبرنا معاه، ونتمنوا من الشعب الجزائري انه يبقى على العقل ديالو، ما يمشيش بعيد. ديال المغرب راه خاوه خاوه، وحنا ديما خاوه خاوه. ونتمنوا من ديك القناه انها تحبس هادشي، وهادشي راه ما مقبولش، راه ما يبغي الا الله لعبدو. وكنحاولوا نشكروا القناه جزيره قناه اصوات اللي تحت لينا هاد الفرصه اننا نعبروا على هاد الفيديو اللي بالسياء. وحاولوا انكم تبارطاجوا هذا الفيديو على اوسع نطاق للبارطاج. باسم جميع سكان الشماعية كنعبر على هذا الفيديو بالسياء، وكنتمنى ان هذا الفيديو تبارطاجه باش نوصلوا الصوت ديالنا. وكنتمنى من ديك القناة انها تحيد ديك الفيديو وتحيد اي سياء محمد الملك محمد السادس نصره الله. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.